صحيح. وينضم إلينا رائد حامد الخضر، كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك معنا رائد. يعني ما نشهده من أداء إيجابي كان خلال الشهر الماضي بالنسبة للأسواق الأمريكية، لكن نحن أيضا على ترقب بالنسبة لقرار الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بالإضافة لبيانات الوظائف، وشهدنا أيضا نتائج إيجابية بأفضل من المتوقع. في ظل هذه المعطيات اليوم، كيف هو السيناريو المتوقع بالنسبة للقرار الفيدرالي وانعكاساته على الأسواق؟ صحيح، بالنسبة للأسواق حاليا بانتظار أخبار مهمة جدا، وأعتقد قرار الفيدرالي يعني هذا الأسبوع ما راح يكون، خلينا نقول يعني هو المقياس أو المصيري بالنسبة للفيدرالي لنهاية التعاملات هذا العام، ولكن هو مهم جدا. توقعات تشير بإضافة 25 نقطة أساس، الظروف والضغوط تشير إلى أن الفيدرالي يجب أن يوقف عملية تجديد السياسة النقدية في أي وقت قريب، ولكن التضخم لا يزال نوعا ما بعيد عن المستهدفات. بالتالي يعني أنا أرى أنه وفق المعطيات الحالية الموجودة أمام الفيدرالي، هو بحاجة أن يضيف 25 نقطة أساس حتى يضغط على التضخم بشكل أكبر، ولكن سيصعب عليه كثيرا أن يبتعد بأسعار الفائدة بأعلى من ذلك، وذلك لأنه راح نشوف عنا ارتفاع بتكلفة الاقتراض بشكل كثير كبير. شفنا قطاع البنوك ينقبض وينكمش نوعا ما في عملية الاقتراض بنتيجة الخلل أو المشاكل التي أصابت بعض المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية، بغض النظر عن المسببات، ولكن هو بطريقة أو بأخرى سبب إلى أنه عندك تكاليف الاقتراض عالية، وبالتالي أيضا المخاطرة في أدنى مستوياتها بالنسبة للقطاعات المصرفية. نعم. فهذا نوعا ما يعني عم بشكل عبء على قطاع المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي حد أيضا تشبه كثيرا قضية First Republic ما حدث في كريدي سويس، وبالتالي عملية استحواذ جي بي مورغان تشيس على البنك ومحاولة إنقاذه تشبه محاولة إنقاذ يو بي إس؟ يعني خلينا نقول القضية نوعا ما متشابهة في إن صح التعبير كعملية استحواذ كأكوزيشن عم بتكون عنا، ولكن ممكن تختلف بعض الشيء، ظروف كل بنك عن الآخر. نحن شفنا بنك كريدي سويس يعني لديه قاعدة عملاء، لديه أيضا في نفس الوقت يعني نوع من التخصص كان في عمليات الهاي نت وورث اندفيدجوالز أو المسبب بأصحاب الإذاعات الكبيرة، هم كان التخصص. أعتقد يعني السمة الأبرز اللي شفناها هذا العام رولا أنه في عنا البنوك التي أصيبت بهزة كانت بنتيجة التخصص بجزئية معينة، وهذا التخصص الذي إلى تعزيز الربحية كان بهدف أنه أيضا تقليل المخاطرة، ولكن اللي نحن شفناه في الفترة الأخيرة نتيجة الظروف القاسية التي تصيب الاقتصاد بشكل عام وتؤثر على قطاعات معينة بحد ذاتها، شفنا أنه البنوك تحت الضرر. ولكن عملية الاستحواذ حاليا من جي بي مورغان على فيرست بانك أعتقد ستستمر دون أي مشاكل. نعم رائد، يعني اليوم عندنا البحث عن كلمة الذهب والاستثمار بالذهب هي الأكثر تداولا بالنسبة في على موقع جوجل، برأيك اليوم إلى أي مدى بالنسبة لأسعار الذهب لربما ستكون قادرة على استعادة مستويات $2000 بالفترة الجاي، وخاصة مع هذه التوجهات بالنسبة للفيدرالي الأمريكي؟ يعني حتى نحن من كمجموعة إيكويتي الطلب كبير جدا على الاستفسار والتعامل مع بتداولات الذهب سواء كان على المدى القصير أو المدى الطويل. الحديث كله يدور حول أن الذهب حاليا في مرحلة يعني خلينا نقول سايدويز، إما أن يتقرر ارتفاعاته الكبيرة الأعلى من القمم التاريخية، أو أن يكون في عنا عملية تصحيح عميق بعض الشيء. أعتقد معظم العملاء يتجهون إلى عملية أنه الاتجاه العام على الذهب سيستمر بالاتجاه الصاعد. فنيا هو لا يزال يعطينا إشارات على أنه يعني الإشارات أو النموذج اللي نحن عم نشوفه أسعار الذهب أيضا نموذج يعزز المزيد من الارتفاعات، ولكن قوة الدولار الأمريكي المستمدة من أسعار الفائدة المرتفعة المستمدة من الأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي قد تؤخر عملية انطلاق أسعار الذهب بالاتجاه الصاعد، بالتالي ذلك سيبقي الذهب تحت الضغط نسبيا دون مستويات 2000،
وخمسين دولار للأونصة في الفترة الحالية إلى المدى المتوسط. نحن الذهب حاليا عم بيناور عن مستويات 1980، ممكن يزور مستويات أدنى بعض الشيء عند مستويات 1960 إلى 65 دولار للأونصة قبل أن يزور مستويات فوق 2000 مرة ثانية. الضغط ذلك نتيجة أنه عم نستنى نحن قرار الفيدرالي خلال التعاملات هذا الأسبوع. ونشكر وقتك سيد رائد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي جروب.